ما عرفتش يا شكون. ما عرفتش ما عرفتش شكون. أنا بنت كنت ماما. شنو بغيتو عندي؟ شنو بغيتو عندي؟ ما بغيتيش تشوفي بنتك؟ كيفاش بنتي؟ يلاه تزادت غير البارح ولا تقضي هكا؟ ويلي انتي ما كتعرفي والو على العالم ديالنا. حنا ماشي بحالكم، حنا كنعيشو آلاف السنوات. خويا الله يرحم لك الوالدين، أنا ما عطاوني الثقة. أنا معكم بالله بالشمس والروح والرحيم. كيفاش غنعطيك الثقة؟ أنت راك ملك ديالي، وهذه راه بنتك، ودابا أنت راك دخلتي للعالم ديالنا. يا ربي يا ربي، اش هاد المصيبة طاحت فيها يا ربي. عافاك انا بغيت نعيش حياتي بحال كاع الناس. ارحم بكم الوالدين اللي ما خلوني نعيش بخير. عافاكم راه بقى لي غير انتحار. هذا انتحار. عافاكم. مالا كتشوف فيا بحال هكا؟ انا بنتك. انا غنت معاك بالله باش سكتي. راه قلت لك ما تبقايش شاده معايا الزكاه، ولا بقيتي شاده معايا الزكاه غادي نصيفطك للترك الخالي ديال الارض. من الاحسن لك غير تعيشي مع هاد الوضع. انا معاكم بالله. راه قلت لك سكتي. انا شو بغيتي عافاك؟ عافاكم لما سرعت شي وحده اخرى، خلوني عليكم في الثقه. انا عافاكم ارحموني والدي. انا ما كنطلبش الراي ديالك، هذه راه بنتك وخاصها تعيش معاك. خاصك تدخل للعالم ديالنا. راه واخا مع شنو غديري غتمشي معانا غتمشي معانا. ماما غادي تمشي معايا، ما نخليكش هنا. غتمشي معانا. كلشي فوت، لقيت واحد مولاي فقه كيعاودو عليه. اش غنقول لك بنيتي؟ ديك جاتنا نفطر وازيان، عرفتي اش قالت لي بنيتي على واحد الفقيه؟ قالت لي ضربه بطلة ما يمشي ما يجي مع هادشي اللي فك، وان شاء الله باذن الله نمشيو عندو. صافي بنيتي ايوا يكون خير. شوفي بنيتي شحال واحد شاف على يدو، شحال واحد هكا بنيتي ديال بنادم علي مشات عندو تجي بحال عمرها شي حاجه ما كانت فيها. سالي تامو. هيا يا بنيتي مالك؟ عجبتك شاطرتي؟ بغيت ندخل الناس هيا. اويلي بنتي مسكينة تدمرت. ما داز عليك بنيتي؟ حسن عوانك وحسن عوانك. انا معكم بالله وشرب سنه طبعا. ولا انا وربي بالله نجمي
تعالى راني بنتي غادي نبقى نجري معاك حتى تولي بخير وعلى خير، وراه كاين واحد الطلب نفساني غادي نديك ليه ضربه ببطله. مي انا راني ماشي مسطيره باش تقولي لي طبيب نفساني، انا راني بعقلي وعقلي يوزن بلاد، انا راني غير مريضه وعيانه وغادي نولي لاباس. انا بنتي ما قلتش لك مريضه، انا عادتك نديك على الطبيب النفساني يشوف هذا المشكل اللي انت فيه. امي كل نهار كتجيبي لي بلان في شكل كاع الفوق هديشيني عندهم كاع الشوافات ديشيني عندهم، دابا الاطباء النفسانيين. انا رعيت من هادشي، ما باقا باغا نمشي عند حد، خليني اختي غير في بيتي، خليني غير في دارنا، انا مرتاحه هكا. نقول يا بنيتي الله يحسن العوانك، راه الكبده راني سالت تلفس كثر منك بنيتي، هادشي اللي انتي فيه حتى انا ما كنعيشو. كنقول بنيتي مع سمير مره نقول لك الفقيه مره نقول لك الطبيب، ما تلفس بنيتي. هادشي اللي انا فيه ما عندوش الحل، وانا عندو الحل ان شاء الله، عقلي قويه حلو عند الله. ايوا ونعم بالله. ومال بنيتي شحال واحد كان مريض وتشافى؟ ايوا امي انا ما غنمشيش معاك عند الطبيب النفساني حيت انا راني ماشي مسطيه، انا راني غير مريضه وعيانه وباقا تشدي عليا حتى شي حاجه. امي ها امي ها امي شنو ما كيتعرفش امي حتى انا ما كل ما جيت مع الملاهي ديال الدنيا راك عارفه، راك عارفه اللي كاين اختي فاطمه شنو كاين. ما فراسك والو؟ ما فراسي ما اسمع مالها مريضه ليا مريضه 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 صافي صافي صافي. اش غنقول لك اختي؟ حالتنا حاله العدو، ربي اللي مطالع بينا في هذيك الدار. ولينا حنايا اش نقول لك، بنتي راه ساكنه الجن وما عرفتش اش غندير ليها وتلفس، ما خليت اطباء ما خليت فقهاء ما خليت حتى حاجه ما خليتها. مسكينه لو كنا جيتي عندي شحال هادي كون قلت لك اشنو ديري وتمعد من تمشي وبقات فيا الصراحه. كيفاش القضيه سهله؟ اشنو قلتي؟ وي القضيه سهله، شحال من وحده مرضات وصحات بحال بنتك هكا اختي. هي وشنو اختي كاين؟ اسيني ايوا الا بغيتي نعطيك واحد العنوان ديال واحد السيده، سيري عندها انت وياها وشوفي شنو دير لكم. السيده اش كدير؟ واشنو هاد المره اللي عمرها دار تحطي على الجرح يبرى؟ يا ما عيالات وبنات كانوا مرادات ولحين حويجهم في الزنقه والحمد لله جابوا الفرج على يدها. وعرفتي يا سنه الحاله ديال بنتي ولا لا؟ عرفتي بنتي راه كتاكل وكتشرب معاهم، راه معاشره هي وياهم. ايوا ما عليك على هاد المره، هاد المره هاد المره تجيب لك التمام. واخا الحاله ديال بنتي صعيبه. صعيبه اختي خصهم جربيها الناس جربيها اختي. واسيني بالعنوان ديالها ولا عندك شي حاجه؟ انا غنعطيك العنوان ديالها وسيري عندها انت وبنتك. مشي عندها سألها يا أيه. سير عندها تي بعيده ولا قريبه؟ لا لا قريبه هنايا ياك. والله يستر عليك. ايوا سقسيني شوفي راه بحلاوتك راه الكادو مخير نجيب لك. انا عاد شافه لي بنتي، عاد شافه لي هذيك الغاليه عندي، راه اش نقول لك راه ما بقيناش كنعسو، راه البنت بالك تقول لك عندك هابا. انا ما كنشوف حتى حاجه حبيبي ديالي، ولكن حتى انا راه ما نقولش لك، حتى انا راه ربي اللي طالع بيا، راه اش نقول لك الكبده راني تمحنت، راني تمحنت في حياتي انا وبنتي. دخلي شوفي بنيتي ان شاء الله باذن الله هذه هي الاخر غادا تشافي ان شاء الله. شتي هاد المره اللي مشي عندها اليوم راه عاودت لي عليها سناء شحال واحد شاف عليدا اخر مره ان شاء الله باذن الله تكون هذه هي سبب الصحه ديالك ان شاء الله بنيتي. كتسمعيني مويتي؟ واش جربتك دابا؟ اجي اجي قالت لي رطيها وان شاء الله غيكون الشفاء.
ديري النية الميسي، ديري النية مع هاد المرأة، إن شاء الله بإذن الله راه ما غيكون عام خير. هبط رجلك الميسي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي تجيب الشفاء، أنا وليت ربط في بنتي بيدي، ولكن أنا هادشي هذا هو القلب ديالي، شو ما وصلني راني تلفت، تلفت يا ربي، دير شي تاويل ديال الخير يا ربي، يا ربي. يا رب احنا نسيبين لك هادشي شناهو اللي ولات فيه بنتي، انا وليت ربطها لخر ايامي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولي ولي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بنيتي سمحي لي بنيتي، هادشي اللي عطى الله اش غندير؟ ما كيما كترديش عليا بنيتي، رخفي عليك شويه، رخفي عليك، رخفي عليك بنيتي، رخفي عليك، تي في عار الله بنيتي، تي في عار الله. اسمع يا ربي السلام، ما عرفتش اش غندير لك بنيتي، انا تلفت وتلفت والله بنيتي زاد تلفت، انا غادي نروح نجيب لك شي كويس الماء. صدمت مسكين، سبحان الله سبحان الله كيشفي سبحان الله.
بسلام سك وليدي. الحمد لله. والله وليدي لما نشتك واقف على رجلك الا فرح حتى نقول لك وليدي. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى راه كبير محفظ وخافيه. اش لا نقول لك حاجه، بنتك في الجيل العاشر هو اللي اداني هو اللي طيحني. اولي وليدي باش عرفتي داكشي راه باين، وسولت ودرت الرقيه وحسنت راسي وليت كنصلي الحمد لله باذن الله باش نطش على رجليا والنص ديالي كان طايح ليا كامل. قول لي يا وليدي هادشي غريب اللي قلتي لي، ولكن يا وليدي قول لي اشنو درتي توقفتي على رجليك وتشافيتي دابا وقفتي قدامي هنايا؟ ما كذبتش لك الحاجه، اول حاجه حسنت راسي ودرت الرقيه وليت كنصلي وتبعت قربت من سيد ربي والحمد لله وليت بخير دابا. صراحه الحاجه ما كيحسن من طريق الله. ايه وليدي ونعم بالله ما كاين ما احسن من طريق الله. الانسان ملي كيكون مضي ويكون مصلي ويكون شاد طريق الله عمرو ما يخيب ولا يخسر وليدي. الحمد لله. الحاجه بغيت تشوف اسمه. هي وليدي علاش لا، راهي في البيسان غادي نديك حداها وليدي تشوفها. نوض وليدي نوض على بركه الله. اسمه لاباس عليك؟ كيبقى شي شويه وي سعد كيف ماشي؟ واش انت سعد؟ اه سعد. واش انت سعد ولا انا؟ ولا انت عاوتاني جيتي كنت انا معاك. واش خايف من مول انا سعد؟ واش انت سعد؟ واش خايف من مول انا معاك انا معاك سعد اه اسمع انا معاك سعد مش خايف من مول سعد 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 انا معاك معاك كيفاش نطي؟ مش خايف من مول مش خايف من مول اخي كبير اسمع مش خايف من مول جيت نوقف معاك اسمع فيه هضري معايا حي قلبك اسمع انا جيت نعاونك اسمع شوف فيه انا كنهضر معاك مالك شنو كاين واش انا اسمع هضري معايا شوف فيه شوف فيه في عينيا مالك شنو كاين سير في حالك واش انا جاي نعاونك تقول لي سير في حالك ما انا جاي باغي نخرجك من هادشي اللي فيه انت دابا تقول لي سير في حالك كيما سمعتي ما تعاوني ما نعاونك انا ما بغيتكش تعاوني انا بغيتك تبعد مني ياك ما كيصحابك راسك باقي طامع فيا ولا باقي زعما غادي نتزوجوا انا راه ما عمرني غنشوف واحد بحالك ولا شتي راسك وليتي بخير بعد مني وما تشريش بلايا ولا راه غادي تولي شي حاجه اكثر من الاول سير بحالك سير بحالك وما تبقاش تجي عندي من اليوم من اليوم ما تبقاش تجي عندي خرج عليا انا ما باغاكش انا مرتاح هكا ما بغيت حتى شي واحد يعاوني ما بغيت حتى شي واحد يوقف معايا نوض نوض سير بحالك نوض ما بقيتش بغيت ما بقيتش بغيت اسمع انا جيت نعاونك وكنت بالي وقيلا غلطت ما جيتش عندك انا ما بغيت حتى شي واحد يعاوني انا بغيتكم تبعدوا مني انا بغيتك ما تبقاش تجي عندي ما تبقاش تجي عندي ما تبقاش تجي عندي ما تبقاش تجي عندي تجي عندي تجي عندي تجي عندي ما بغيت حتى شي واحد يجي عندي أنا جيت نعاونك وكنت بالي وقيلا غلطت ما جيتش عندك أنا ما بغيتش شي واحد يعاوني أنا بغيتكم تبعدوا مني أنا ما بغيتكش ما تبقاش تجي عندي ما تبقاش تجي عندي ما تبقاش تجي عندي سلام خالتي سلام وليدي كيداير لاباس لاباس عليك الحمد لله كيداير مع الصحة بخير وليدي أنا جيت عندك اليوم عرفتيني وليدي علاش جيت لا ما عرفتش قبل اسماء وليدي الله يرضي عليك ما ديش عليها وليدي وداك الشيء اللي طاري ليها راه تعرف ماشي الخاطر وليدي بنتك جرحاتني يا خالتي انا مشيت غير نعاونو دارت فيها واحد الدوره ما عرفتش مالها لا وليدي بنتي راه كتبغيك وهذا الشيء اللي طاري ليها راه ماشي هي اللي كتقولو راه عند جلي مالكها عاوني وليدي نخرجها من هذه المحنه انا من داكشي اللي درت فيه بنتك داكشي الهضره اللي هضرت لي هضرات معايا قررت من بعد منها بمره ولكن وليدي الصخاب اسماء علاش ما كتبغيهاش الحب اللي بيناتكم ضربوه في الزيرو وليدي بزاف بزاف ما عرفتش مالها هي وليدي وها انت قلتي ما عرفتش مالها ما فكرت من بعد منها خرج وراه عندها مشكله وليدي على هي كانت بحال هكاك النهار الاول وحاول يا وليدي تعاونها وتوقف معها الا ما وقفتيش معها في هذه المحنه انت غتوقف معها وليدي انت وليدي الله يرضي عليك الا ما ديرها على وجهي انا دي ام جيت عندك سال باب دارك مرحبا بك اخواتي راسك وعينيك هو صافي وليدي دير بوجهي ما تردنيش ما تردنيش يا وليدي مبونا الله يرضي عليك وليدي الا ما دير شي حل وقف معها تخرج من هذه المحنه تكون غير خير ان شاء الله انا معاك اخواتي عافية وليدي عمشي مرحبا بك اخواتي يلا سير وليدي الله يرضي عليك يلا تبعني عفوا وليدي من بعد يلا
هادوم سيمنات من ايدي عينيا. من ايديك زعما؟ لا لا من ايديا وبيدينا الشيطان زعما. نكبلك شي بلادي شي كويز ديال اسال. لا ما كاين. والحمد لله ملي وليتي بخير بعدا ولاباس عليك فاش عطاك ورجعتي هنا كيف ما كنتي هادشي اللي بغينا. الحمد لله سعد خرجت من هذاك المشكل بحال شي شعره من العجينه. انا قلت معمرني غادي نخرج من داك الشيء. كان بالنسبه لي داك الشيء بحال شي حلم بحال شي كابوس كنعيش فيه. انا ديما كنقولك ثقه فيها ثقه في الله سبحانه وتعالى ودابا كلشي فاج وحنا رجعنا كيف ما كنا الحمد لله. ايوا اش غنقول لك كون ما كنتيش انت محال مش كنت غادي نخرج من داك المشكله. صعيب الحال بزاف هادشي علاش الانسان دائما يصلي ويتبع صلاته الحمد لله ويرقي راسه ويحيد من المرايا والماكياج بالليل حيت هذاك الشيء اللي دوز. كنت كدوم معاك ماما على هادشي انت اللي ما كتسمعيش الهضره. عندك الحق ما كنتش كنسمع هضره والديا في الاخر جبتها في راسي ولكن الحمد لله دابا كلشي داز داك الشيء ما عمره غيتعاود الحمد لله. ايوا صافي بلا ما نبقاو على الحزن دابا قول لي امتى غادي مسافر. انا ما عرفتش الخدمه شوفي مش غنسافر عندي شي خدمه ان شاء الله نسافر امتى غادي ترجع قريب ياك ما غتعطل. لا لا شي 3 ايام بحال هكا انت عارف انا راه ما كنقدرش نبقى في الدار. صافي كنت وحشيني دابا. هو ضروري كنت وحشك ولكن من الجانب الاخر راك عارف انا راه كنخاف نبقى بوحدي في الدار. صافي غنجي غنسك ان شاء الله ولا خلي كون خليتيني غير مشيت عند الوالده ديالي. بغيت تمشي رايحه ما سير رايحه مع شويه واحد الراس كيقول لي سير وواحد الراس كيقول لي هذيك الدار ما بقيتش كنحمل فيها الشعره وليت كتدخل كتشدني فيها الكآبه. المهم مش عمري قلبك بالله وكل شيء يكون بخير ان شاء الله. المهم انت غير ما تعرفش مش خاف من النور وانا معاك صافي كلكم قطعت شويه السم. أسماء ما كان والو أسماء كلشي مفات كلشي مشى.